السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأصلي وأسلم على عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الطاهرين المؤمنين الذين تمسكوا بكتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ولازلنا نتواصل الحديث عن آفة من أخطر الآفات التي قد يصاب بها الإنسان المسلم، وهي آفة اتباع الهوى. وذكرت بالأمس حقيقة اتباع الهوى، ما معنى اتباع الهوى، ما المقصود به، وذكرت الأدلة من القرآن على ذم اتباع الهوى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. واليوم نكمل الحديث عن اتباع الهوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين والسلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لنقف على خطورة هذه الآفة، لنقف على أهمية أن يعرف الإنسان حجم وخطر هذه الآفة كي يحترز منها ولا يقع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في معجم الأوسط والصغير والكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني، عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذا الخطر العظيم، اتباع الهوى. واتباع الهوى كما ذكرت بالأمس من أول المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. وقال علي رضي الله عنه كما ذكرت لحضراتكم بالأمس: إن أخوف مما أخاف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، ولكل واحدة منهما بنون. فالدنيا لها أبناء، هناك طلاب للدنيا وهناك طلاب للآخرة، ولكل واحدة منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، الكل يعمل، والحساب سيكون عند لقاء الملك سبحانه وتعالى. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أمر خطير جدا يجب أن ينتبه إليه كل إنسان مسلم يحرص على آخرته. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا مذموما. بل وقال أيضا: الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة. بل وقال أيضا: لا تجالسوا، يحذر من أصحاب الأهواء، قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلوب، فإنهم
يمرضون القلوب. قال الحسن البصري: الهوى شر داء، الهوى شر داء أي شر مرض خالط قلبا. شر داء يخالط القلب ويؤذيه، الهوى. بل وقال مجاهد: ما يدرى أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام أم أنه عافاني من تلك الأهواء؟ لا، أنا لا أدري أي النعمتين أعظم علي من الله سبحانه وتعالى، أن هداني الله للإسلام أم أنه عافاني من تلك الأهواء، أي كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن دينار: بئس العبد عبد همه هواه وبطنه. بئس العبد، هاك العبد الذي ليس له هم إلا هواه وليس له هم إلا بطنه. والهوى هو الهوان، الهوى هو الهوان، كما قال الشاعر: الهوى هو الهوان لكن خلط اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا هوى الإنسان أي إذا اتبع هواه فقد لقي الهوان. في مقالة مفزعة يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أضل الضلال هم أتباع الظن والهوى، الذين قال الله في ذمهم وفي حقهم كما ذكر في القرآن: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لذا زكى ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، زكى ربنا جل جلاله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه في لسانه قائلا وفي عقله: وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل قال بعض السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى، شر إله عبد في الأرض الهوى. وقال أبو عثمان النيسابوري قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، أي من جعل السنة هي القائد، هي التي تقوده في أقواله وأفعاله، فقد نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة والعياذ بالله. بل يقول ذنون المصري، وأرجو أن تنتبه لهذه الكلمات التي أرجو أن أتوقف معها دقائق لأنها متحققة ونراها أمام أعيننا الآن، يقول: إنما دخل الفساد على الخلق بستة أشياء، إنما دخل الفساد على الخلق بستة أشياء. ما هي التي أفسدت الخلق؟ قال: أول حاجة ضعف النية بعمل الآخرة، النية بقت متجهة الآن للدنيا ولتعمير الدنيا ولا تتجه النية للآخرة، بل بعض الناس والعياذ بالله، أسأل الله أن يهديهم، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، لا يمانع في أي شيء يفعله أو يقوله، المهم عنده أنه يصل إلى هدفه، الغاية عنده تبرر الوسيلة. أصبحت الدنيا همة، ضعف النية بعمل الآخرة. السبب الثاني صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم، البدن أصبح الآن ماشي مع الشهوة في كل شيء إلا من رحم الله، لا يحكم السنة، لا يحكم القرآن، لا يحكم كلام الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار البدن مهيئ لكل شهوة، لا مانع ولا يمانع في أي شيء. بل الأصعب من ذلك، السبب الثالث آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الخالق. أصبح العبد والعياذ بالله إلا من رحم الله
يسعى لرضا المخلوق بأي سبب وبأي وسيلة بأي طريقة، لا يمانع، ما فيش مشكلة عنده. المهم عنده إيه؟ يوصل للهدف اللي عايزه من الشخص ده، حتى ولو كان هذا العمل يغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذي يفعل ذلك، الذي يرضي الناس بسخط الله والعياذ بالله، فإن الله لن يجعل الناس يرضون عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس. آثر رضاء المخلوقين على رضاء الخالق. انتبه انتبه حبيبي في الله لهذه الأمور. آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الخالق. غلبهم، خد بالك معايا، غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل. الأجل قصير جدا، مهما طال الأجل، لو وصل الأجل 60 عاما، وصل الأجل 60 عاما، 70، 80، 90، 100، فهو قصير. والدنيا هذه مهما طالت لابد من يوم سنلقى فيه الله سبحانه وتعالى، لابد من يوم سندخل فيه القبر، لابد من يوم سنعرض فيه على الله سبحانه وتعالى بكل ما قدمنا من أعمال. غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، بل والأمر من ذلك أنهم اتخذوا زلات السلف حجة عليهم ودفنوا أكثر مناقبهم. بعض السلف قد يزل أو زل في أمر من الأمور، يتخذ صاحب الهوى هذه الزلة حجة ودليل، فلان فعل كذا وكذا. هم بشر، وإنما يأخذها حجة لأنها توافق هواه. والسادس، اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم. إن اتباع الهوى إنما ينتج من أمرين: الأمر الأول هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان سببه حب الدنيا والتعلق بها والجري وراء شهواتها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. السبب الأول هو ضعف الإيمان، السبب الثاني هو مخالطة أهل الأهواء والبدع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، والمرء على دين خليله. إذن لو جلست أتحدث معكم عن أقوال الصحابة والسلف والتابعين لا يكفينا هذا المقام، فالمقام كبير، مقام الذكر والحديث عن اتباع الهوى كبير، والأقوال كثيرة أكثر من أن تحصى، وإنما هذه قليل من كثير، لعلنا نقف على خطر هذا الداء، على خطر هذه الآفة، كي يعرف الواحد منا إذا كان عنده شيء من هذا أنه على خطر عظيم، كي يراجع نفسه ويرجع إلى ربه جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يهديكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا.